الله لا يوفقك، لا تروح تخليها. اصلا هي كيوت، ما تستاهل هالبلية، فعلا الحب اعمى، ولا شلون شافت كل هالعيوب فيه ومكمله معه؟ اصلا كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المرأة، وهي مسكينة سمع وطاعة، ولما ما بغى ينسحب من العلاقة انسحب، وشعر البنت ما تهمه. شو؟ ليش طفيتي؟ أنا الحين بعذر يوم أتأثر بالمسلسل، تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفية فاشلة، لكن أنتي وش عندك يا البزر؟ تأثرت بالمشهد، زيك. لا يا حبيبتي ما تأثرتي إلا وراء سبلة. عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر، وشان أنا؟ والله ما يندرى عنت. ددير بد ددير بد دير بد. بسم الله يما. ليتنا طالبين مليون. سلامات، صوتكم طالع لبرا، وش عندكم؟ أبد كله شوف فيلم وتأثرنا. أما عاد تأثرون بفيلم، مهابيل أنتم. إيش عرفك أنت؟ استجبر حنونة، بترك البيت وبذف عن وجهك. طبعاً. وراي صارخ علي كذا، والله إنه ما تستاهل. ترى هذا الصح، لأن الحريم ما يبيلهم إلا الشكم. شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته وكانت تنسى زواجه. هذا كره شكلي بس، لأن أغلب الحريم يبيلهم رجال حمش. رجال شديد يوريهم العين الحمراء، واكبر دليل عندك شف ذولي صار لهم متزوجين 30 سنه ولا طلقها ولا شيء، بس لو ارتخيت ودلعتها صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنه، مش ثاني سنه، من اول سنه، وبتطردك وتسحب عليك. تقولوا صاد؟ صفى عليك، لا تروح بعيد، شف عندك ابوي وابوك وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون، وحتى كلمه احبك ما يعرفونها. هذه يبيلها خبرة، وش عرفك أنت؟ شف، أبعطيك حصة، حصة وشلون تاكل بسكوت بالشاهي. أول شيء تدخلها، 1 2 3 تقلبها، تدخلها بالفم. سهلة. يا أخي صعبة، كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت، شوي شوي تتعلم. ها كذا شف، 1 2 3 تقلبها. واحد، 2. كذا ممتاز. ايش فيك؟ امشي. قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي، هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة، أقول قلب بنتس وعقلها موب معها، شكل واحد معلقها ولعبن عليها، أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي، لا تسوين فيها شيء وتتهورين، أبي تستراقبينها من بعيد لبعيد، ثم لا مسكتي عليها شيء، أبي استرنينها رن، ما عندنا بنات يغازلون، هذا اللي ناقص بعد. شوفي شوفي تضحك. بسم الله، وش فيس تسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني، بشوي شفتح الباب. لا خوفتك ولا شيء، انت اللي متوتره، ما ادري وش عندك. مو متوتره ولا شيء، بس الناس تطق الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. اقول قومي وخلي عنس الجوال، نحط العشاء لام تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة، هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي، أسولف مع عمتي، أجيب لهم شاهي، أجيب لهم قهوة، ما أدري إيش عندس، لازقت أنا بذا الغرفة ما تبين تطلعين، أمشي قدامي أمشي. إن شاء الله. نوف؟
اوف 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 اوف، من مسوي الكبسه؟ انا اليوم اللي مزينه الكبسه. كفو يا عمه. ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازه ولذيذه. لو انا معامر. معامر معامر سم وينس؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله بعد ما اكلت ثلاث لقمات الغالي الان قاعد اذوقه. شوفوا زين ولا لا؟ اخي لا تخرب الرومانسيه، تحب تخرب انت. ما يصير عامر اذا ما خربها. تعشوا انتم، جعله بالعافيه. انا مالي نفس بطلع برا اشم هوا. قال لزمت عليها يبا. مو بشغلك.